من مدينة بركان. الأجواء ديال رمضان زعما الصراحة يعني مقارنة مع العوام اللي دازوا يعني بحال ذاك الأجواء ما بقاتش كيف كانت في شحال، يعني بحال الأجواء مع الكوفيد مع بزاف صوالح، بحال نقصوا بزاف ديال الصوالح. الحمد لله أجواء زوينة. أنا غادي نقول لك واحد الحاجة، حنايا عندك أنا والأصدقاء ديالي، كاين أصدقاء بزاف، يعني الناس اللي كيجيو القبويه ورا يكون اغلبيه يكونوا شافوني هنايا، كندير هنايا كنخلقوا الاجواء ما بين الاصدقاء ديالنا، وكنعموا على دور العام، ماشي كنعموا يعني فصل معين بحال مثلا فصل الصيف. حنا كنعموا هنايا شهر 12 شهر 1 شهر 2 وهي غاديه في الصيف، يعني كنتلقى الاجواء هنا عامره بزاف، كنحاولوا نتجهوا بحال كاين شي بلايص من هنايا الفوق جيب حسيد البشير بوفاديس، كاين اجواء من هنايا، كاين شي اجواء من هنايا شي بلايص واعرين بزاف من الجهه ديال الفوق، راه الناس يكونوا عارفين سيد البشير، يعني الناس في الصيف كيبغي يقلبوا على شي بلاصه اللي كياخذوا فيها راحتهم. نقابو يوا تجي في الصيف هنايا ما تلقاش بلاصتك، علاش؟ كيجيو لها الناس ديال الداخل، الناس كازا كيجيو لها الناس الداخل. قابو يوا زعما الصراحه انايا المكان المفضل عندي هو قابو يوا، علاش؟ داك الشيء فيها طبيعي ناتوريل، ما فيهاش شي حاجه يعني اللي مخدومه ولا شي حاجه. بالنسبه لمدينه قابو يوا هي مدينه غنيه عن التعريف، يعني تقريبا الاغلبيه ديال الناس يعرفوها، ولكن خص ضروري الناس اللي يكونوا مسؤولين هنايا يلتفتوا ليها واحد الالتفاته، يعني تكون جديه وبالنسبه يديروا لها المرافق العموميه بحال مثلا المراحيض عموميه وكل شيء، ويديروا لها في الجهه ديال ليروشي هنايا يديروا لها بيترناجور هنايا حسب لي زاكسيدون اللي كيوقعوا هنايا. وبالنسبه للممر هنايا ديال الدروج اللي منين كيفوتوا الناس، يعني شويه خطر على حسب الاطفال الصغار يقدر يطيحوا تما، يعني حقاش كيطل الباركينغ لتحت، وكاين تما كتكون واحد 5 متر 6 متر ديال العلو يقدر يطيح تما بنادم، شويه خطر عليه. يعني كنتمنوا بحال هاد الصوالح هادو يلتفتوا ليهم ويديروا بحال مثلا واحد الكرياج، يعني على حسب السلامه ديال المصطفين. وهنا من كنكون هنايا انا والاصدقاء ديالي ضروري ما كيجي بنادم هكا كيقول لك واش غارقه واش الحجر قريبه ولا شي حاجه، ضروري ما كتنصحوا، فهمت؟ ولكن ضروري هاد البلاصه هادي ضروري ما يكون بنادم يكون يعرف يعوم مزيان، ماشي العوم ديال الشط ماشي هو ديال لي روشي، راه خص تكون تعرف تعوم مزيان هنايا باش تسلك راسك هنايا. الله يبارك فيك، شكرا انتما، شكرا زيو سيتي على هذا يعني هذا الانترفيو اللي درتو معايا، وتبارك الله عليكم ومسيره موفقه ومزيد من الازدهار ان شاء الله. شكرا لك. الحمد لله الاجواء ديال رمضان الله يدخلها علينا بالصحه والسلامه وجميع المغاربه وجميع داخل الوطن وخارج الوطن، الله يدخلها علينا بالربح والسلامه. الحمد لله رمضان داز بخير. هذه كورونا اللي بزاف جيفاتنا كما نقولوا، جيفت كاع المواطنين، جيفت كاع اللي في برا ولا اللي خارج المغرب ولا اللي في داخل المغرب ولا اللي. الحمد لله دابا هاد كورونا هزها مشات علينا الحمد لله سالات، ونشوفوا ان شاء الله نديروا ما احسن عاد ان شاء الله في العام الجاي ان شاء الله. كاين اللي كيدير هنايا، كاين اللي كيدير الافطار كيعطي لهم من هنايا جماعي، كاين اللي كيجيب هو وعائلته كيديروا داك الشيء ديالهم، كاين اللي يعني كل واحد وكيفاش. كاين بزاف الدراري دابا غير ولاد الحومه، حنايا شحال مره نديو كل شيء من الدور ديالنا ونمشيو لتما كاينا ان شاء الله. راه كنتمنوا ان شاء الله راه دخلت المجلس البلدي الجديد ان شاء الله، ناس زينين، ناس نقيين، ناس ان شاء الله راهم كيديروا شويه شويه، وكنتمنوا ان شاء الله ربي العالمين يعاونهم ويوقفوا معنا، وكنتمنوا ان شاء الله يديروا واحد السور غير واحد الشباك ان شاء الله لهذا السور هذا اللي جاي من هنايا كيطيحوا فيه بزاف نتاع الناس والحمد لله ان شاء الله يا ربي. كنطلبوا هذا المجلس البلدي الجديد ان شاء الله يدير شي حاجه زوينه، والعواشر مبروكه لجميع المغاربه وجميع اللي خارج الوطن وداخل الوطن، وكنتمنى ان شاء الله يسمعوا هذه الهضره هذه المسؤولين المجلس البلدي ان شاء الله ديالنا ديال راس المدير قابو يوا اديم ان شاء الله، هو راه ولد الناس، وكنتمنوا ان شاء الله يدير شي حاجه زوينه لهذا السور هذا، بزاف ديال الناس كيطيحوا فيه. الحمد لله الاجواء زينه، كنجيو نشوفوا المناظر ونشوفوا الحاج، يعني الحاج هذا راه هي بلاصته كنجيو ديما كنتفرجوا فيه. والحمد لله يعني بحال اللي ربي حل علينا ببال الخير، يعني بالاجواء ديال كورونا وداك الشيء اللي داز علينا
الحمد لله يعني بنادم كيخرج يشوف المناظر، كيخرج للبحر، كيخرج للطبيعه. ترونسبور ناقص، شي مخطات كتجي وما كتلحقش على الترونسبور، يعني خص تجيب طوموبيل تما، واخا يعني كتكري طوموبيل ولا تجي مع العائله ولا. يعني باش تجي انت وصحابك يعني ترونسبور ما كاينش. كيديروا الافطار، كيديروا الافطار في الشط هنايا في لي روشي، يعني كيفوتوا اجواء زينين تبارك الله.